مشاكل في المدارس والنوادي والمكتبات وحتى في أماكن العمل، هكذا يصف كثيرون من المسلمين الشباب في الولايات المتحدة أحوالهم بعد 9 سنوات من أحداث 11 سبتمبر. يقول هؤلاء إنهم يتعرضون لطعن مستمر في هويتهم، ما يزيد من صعوبة اندماجهم في المجتمع الأمريكي. بي بي سي استطلعت أحوال هؤلاء المسلمين هناك، حيث أعدت الزميلة شيماء خليل التقرير التالي. تحاول ياسمين أن توفق بين دراستها والمساعدة في بعض الأعمال المنزلية. ياسمين أمريكية بالولادة ومن أصول بنغلاديشية، وهي تشعر أيضا بأنها أمريكية الهوية، لكنها تقول أنكي لا يعترفون بهذا. هناك أحيانا بعض المواقف العدائية، فخلال دراسة الثانوية تعرضت مرتين لاعتداءات من قبل الطلبة، حيث قاموا بدفعي فقط لكوني مسلمة، وأيضا كانوا ينادوني بأسماء فظة كالإرهابية مثلا. واجهت أيضا موقفا غريبا في المكتبة يوما، حيث جاء رجل غريب لا أعرفه وقال لي إني أكره المسلمين، وكررها مرتين. يدرك المسؤولون في المسجد الذي ترتاده ياسمين في شمال فيرجينيا بالعدائية التي يواجهها المسلمون هنا، لهذا ينظمون تجمعات يدعون فيها أشخاصا من أديان مختلفة ليعرفوهم بطبيعة الإسلام. أعتقد أن هذا هو أصعب وقت للمسلمين في الولايات المتحدة، وخصوصا للشباب، لأنهم يتعرضون لضغط كبير من المجتمع. البعض منهم وإن كانوا قلة يشعرون بأن المجتمع الأمريكي ينبذهم، مما يجعلهم يكرهون هذا البلد. وهذا ما حدث هنا في مدينة صغيرة في ولاية فيرجينيا. فعلى حد تصريحات السلطات الأمريكية، فإن قضية الفيرجينيا 5 كما أطلقوا عليها أصبحت من أسباب القلق الأمريكي من التطرف الديني في الولايات المتحدة. لم يكن أحد يتوقع أن يتحول هذا الحي الهادئ في مدينة ألكسندريا إلى رمز للتوتر بين أفراد المجتمع المحلي من المسلمين وبين شرائح من المجتمع الأمريكي. فخمسة من المقيمين هنا اعتقلوا في باكستان بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية. عائلات المعتقلين يتهمون السلطات الأمريكية بعدم التحرك من أجل أبنائهم بالرغم من أنهم مواطنون أمريكيون. هذه ليست الحالة الوحيدة، فهؤلاء الشباب عادة ما يكونوا متأثرين بمواقع الجهاد الإسلامي على الإنترنت، ويعتقد البعض أن هذه المواقع مسؤولة عن ازدياد حالات التطرف الديني بين الشباب الأمريكي المسلم. ولكن كيف تتعامل الحكومة الأمريكية مع هذه الظاهرة؟ علينا أن نتواصل مع المجتمع المسلم في أمريكا ونؤكد لهم أننا حكومة وجهاز أمني نعمل على سلامتهم مثلما نعمل على سلامة وخدمة جميع المواطنين. حتى الآن لا يوجد أي تأثير يذكر لهذه المحاولات، فالمسلمين يتعرضون لمضايقات يومية. بالتأكيد أصبح الوضع أكثر صعوبة الآن، فالأنظار كلها موجهة إلينا وتحديدا إلى فئة متشددة منا، فبالطبع الحياة هنا أصعب. وبسبب انتشار الخطاب المعادي للإسلام حاليا، فعلى ياسمين وغيرها من الشباب المسلم أن يتعامل مع مجتمع يشكك في هويتهم. شيماء خليل، بي بي سي. وتنضم إلينا في الاستوديو الزميلة شيماء خليل الصحفية في بي بي سي. شيماء، يعني عرضنا تقرير هو جزء من وثائق، دعينا في صورة هذا الوثائق. نعم، يعني أردنا التعرف أكثر على يعني فكرة الوثائق أصلا جاءت لازدياد حالات التطرف الديني في المجتمع الإسلامي في أمريكا. يعني كان هناك يعني مثل ما رأينا في التقرير الفيرجينيا 5، حالة الخمس شباب القبض على خمس شباب. نعم، كمان كانت هناك تايم سكوير ومحاولة تفجير التايم سكوير. فذهبنا إلى واشنطن لنستمع للمسؤولين، ولكن يعني كانت النية أن نستمع لأكثر عدد من الشباب أولا لاستطلاع الرأي، يعني في رأيهم لماذا تزداد هذه الحالات، وأيضا لمعرفة الأسباب. وجدنا الآتي: أولا أن الأسباب الرئيسية من أحد الأسباب الرئيسية هو السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، حرب العراق، حرب أفغانستان، التداعيات العديدة للحادي عشر من سبتمبر. بحسب آراء هؤلاء الشباب. نعم، يعني فهؤلاء الشباب والشابات الذين تحدثنا إليهم هم كانوا أطفال،
وبالتالي هم كبروا مع هذه الحروب وكبروا. يعني تتحدثين عن الجيل الثالث داخل الولايات المتحدة يعني الأمريكية، وهم معظمهم من المراهقون أو يعني 17 18 من عمرهم يعني. فقالوا أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية من أحد الأسباب. السبب الثاني وهو أيضا رئيسي هو ردة الفعل القاسية جدا من فئات عديدة من المجتمع الأمريكي. يعني فمثلا يعني تقول لي ياسمين بعد التصوير أن هناك عدم رغبة في التعرف على الآخر، هناك عدم رغبة في التعرف على المسلمين كيف يعيشون، فهم يصدرون أحكاما. يعني تقول لي أنهم كانوا يصدرون أحكاما علي، لا يسألون. يعني تقول مثلا في المدرسة أرحب جدا بالأسئلة رغم أنها تكون بعض الأحيان ساذجة، يعني مثلا هل تنامين بالحجاب، يعني هل ترتدين الحجاب في البيت، لكنها تقول أنني أرحب بها لأن معظم الوقت يعني الناس لا يريدون التعرف على الإسلام وعلى المسلمين، هم فقط يريد يعني يصدرون أحكام. يعني عندما كنا ندردش قبل أن نستضيفك الآن تحدثت عن نقطة هامة بأن هنالك أيضا ما لمستموه تقصير من المجتمع الإسلامي. نعم. حدثينا عن ذلك. نعم، يعني أستطيع أن أقول أن هناك شكوى عامة من الشباب المسلم في أمريكا وهو عدم وجود قيادات تستطيع أن تتعاطى معهم، تستطيع أن تتفهم ظروفهم وهي ظروف خاصة، لأنهم يقولون أن الأئمة مثلا في المساجد هم محترمون ومجهودهم يحترم، ولكن هم لا يتفهمون ظروفهم وهي ظروف أنهم شباب أمريكي في مجتمع أمريكي، ولكن يعني مولودين يعني أبائهم وأمهاتهم ليسوا أمريكيين. فهناك دائما يعني تضاد ما بين الثقافتين، ثقافة الأهل وثقافة المجتمع الذين يعيشون فيه. هناك صراع على الهوية، على هل يشعر المسلمون بأن وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية مهدد بالخطر من خلال بالطبع الوثائقي الذي تم العمل عليه؟ يعني لا أستطيع أن أقول أنه مهدد بالخطر، ولأن المسلمون موجودون من يعني من عشرات بالمئات السنين في أمريكا، ولكن أستطيع أن أقول يعني قراءتي لما وجدت في هذه الزيارة تحديدا هو أن التوتر بين المسلمين في أمريكا وبين المجتمع الأمريكي العام ملموس جدا بين الشباب. طيب شيماء، أنت محجبة، نعم. ذهبت للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعرضت لأي ضغوط، لأي ممارسات يعني لم تكن على المستوى المطلوب؟ شوف يعني أنا علاقتي بالولايات المتحدة يمكن علاقة خاصة، لأني أنا عشت بالولايات المتحدة كطفلة وتعلمت هناك وذهبت لزيارات عديدة. يعني طبعا أحسست بالفرق يعني عندما ذهبت وأنا أرتدي الحجاب، لكن لا أستطيع أن أقول أنها أشياء يعني لم أتعرض لأشياء مثل ما تعرضت له ياسمين مثلا. بشكل سريع سيعرض، ذكرنا الوثائقي، نعم. على بي بي سي، أحدى محطات البي بي سي، ولكن أين يمكن أيضا أن نطلع؟ طبعا بالورلد سيرفيس، ايضا بموقع بي بي سي عربيك، يعني حنعرض التقرير لكن كمان سيكون موضوع مطول اكثر بالموقع على بي بي سي عربيك. شكرا لك الزميله شيماء خليل الصحفيه في بي بي سي. يحيي البريطانيون الذكرى 70